بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان هذه المسألة، وهو سؤال أهل المريض عن حال المريض، لأن الناس كلهم قد لا يستطيعون الدخول على المريض وسؤاله، فإنهم في مثل هذه الحالة يسألون أقاربه ومن له دخول عليه. ولا شك أن هذا من السنة، لأن الناس كانوا يسألون علي رضي الله عنه عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمكانة علي، لأن علي رضي الله عنه كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقربه منه، وعلي رضي الله عنه هو أفضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع أفضل الصحابة رضي الله عنهم، فهو أفضل أهل البيت على الإطلاق، ورابع أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة إذا لم تستطع أن تزور المريض وأن تسأله عن حاله، فإنه يستحب لك أن تسأل عن حاله عند أقاربه ومن له دخول عليه، كما كان الناس يفعلون مع علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه توفي عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يسأل نساءه: أين أنا؟ أين أنا؟ يعني يريد بيت عائشة، حتى رخص له زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن بأن يكون عند عائشة لمعرفتهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة بنت الصديق، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صدرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. والإنسان لا ييأس من الحياة في الأصل، لا ييأس من الحياة إلا عند حضور الموت. فكم من رجل مرت عليه المصائب، مرت عليه الأمراض، ومع ذلك خرج منها. ولذلك المسلم عليه أن يعيش في هذه الحياة الدنيا متفائلا، وذلك لأن الحزن ومتابعة الهموم والغموم لا تزيد المرأة إلا تعبا. فلذلك على المسلم لا ييأس من الحياة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى عندما بوب هذا الباب ذكر حالات الاحتضار التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غير حالات الاحتضار لا ييأس الإنسان من الدنيا، بل يعيش في هذه الدنيا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما في حالة الاحتضار واليأس من الدنيا رجوع إليها، فإنه كما ذكر المصنف من الحديث التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي، يعني في غمرات الموت وسكراته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. فإذا حضر الإنسان الموت وجاءته السكرات وكان مستوعبا ما يقول، فليدعو كما دعا الرسول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. والدعاء باللحاق في الرفيق الأعلى ليس خاصا بالرسول، لأن الرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فلذلك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في الرفيق الأعلى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، فهي آخر عبادة قولية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعاء بالرحمة والاستغفار. أما آخر عبادة عملية عملها النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرفها؟ السواك. وهذا دليل على فضيلة السواك. فآخر عبادة عملية السواك، وآخر عبادة قولية الدعاء بالرحمة والمغفرة. وهذا يدل على فضل هاتين العبادتين العظيمتين
أنهما كان آخر عبادتين عملهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم عني على غمرات الموت أو سكرات الموت. رواه الترمذي. وهذا أيضا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وذلك لأن السكرات تشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو تعب فإنه يتعب ويمرض كمرض رجلين، يعني يشتد عليه التعب والمرض كرجلين، وكل هذا من أجل أن ترتفع له الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء من هم؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فعلى قدر الدين والعبادة والطاعة وتعلق القلب بالله يكون الابتلاء، والله عز وجل خبير بعباده، الله خبير بعباده، فيبتليهم على قدر إيمانهم، يبتليهم على قدر إيمانهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعك رجلين حتى ترتفع له الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك ومن ذلك ما حصله في سكرات الموت، أن سكرات الموت اشتدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان على هذه الحالة يأخذ ماء فيمسح على وجهه ويقول: اللهم أعني، لأنه لولا إعانة الله ما أعان الله ما فعل العبد شيئا، فكان يقول: اللهم أعني على غمرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لكم لنا ولكم الختام، ونحن على التوحيد والسنة، ويقبضنا على التوحيد والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.